ضيفنا لهذا اليوم ضيف كابتن ديدار حامد. كابتن ديدار هو طبعا كابتن نادي الأربيل. مصبح لي صباح الخير ديدار. صباح الخير لكم. صباح الحمد لله. احنا دائما نجيب الفن والفنانين هالمره. اليوم اي الفوتبول. يسعد صباحك ديدار منورنا اكيد. يا اهلا وسهلا. اليوم يمكن شويه الموضوع بعيدا عن البنات، يجوز ما نقدر هيك نخوض بتفاصيله مثل الشباب، بس كمعلومات عامه نتعرف عليك. انه انت انا اللي عرفته من حضرتك انت كابتن بنادي اربيل. نعم صحيح. البدايه شو وقت وين واصل حاليا، شنو موقعك من خريطه الملعب بالضبط؟ صباح الخير لكم، صباح الخير للجميع المتابعين قناتكم الجميلة سامرة. بصراحة أنا كبداية مثل الأشخاص اللي موجودين بالمدارس، بدايتي من المدرسة، بالمدرسة وبالفروعنا بصراحة. حلو. هذا الشيء أبد ما أنسى، اللي يعني دخل بمخي لحد هسه بدايتي كرة القدم مثل كأشخاص اللي موجودين بالمدرسة. بعدين شوية اكتشفوك انت وصغير بالمدرسة. بالضبط. بعدين موجود فرق شعبية. بعدين التدريب صار فرق شعبية. حلو. بالضبط صارت بالمناسبة. أنا كنت بالبداية المهاجم، بعدين صرت الحارس مرمى. اليوم انت شنو، حارس مرمى؟ العفو، اليوم انت حارس مرمى ولا مهاجم تلعب؟ لا انا حارس مرمى، بس بدايه كصغير بس اكتشفوني يعني انه نجاحي اكثر شيء بحارس مرمى. حلو. يعمر انه اكتشفوك او يعمر بديك؟ احس اني وعمري تقريبا 8 سنوات 9 سنوات هيك يعني. دخلت الملعب؟ لا الملعب الرئيسي عمري تقريبا 14 سنه. حلو. كان لازم نجيب فوتبول تسوي لنا هيك كم حركه على الجو، بس خاف كسر الشغلات. لا لا عادي، احنا بما انه بحديقه عادي. فدوى لك. ديدار يعني كم سنه صار لك تلعب؟ لو ما تريد خاف نقول لك. لا عادي، لا انا الي شرف يعني وصلت هالمرحله. انا مواليدي 84. بديت تقريبا 99 2000 بنادي اربيل. استمريت تقريبا بنادي اربيل خلال 10 سنوات. تقريبا 2013 2014 كاستعاره رحت نادي زاخو، كاستعاره رحت وجيت ورجعت نادي اربيل. ولكن اللي تاريخي انه بدايه كناب نادي اربيل، صعدت بواسطه نادي اربيل صعدت المنتخب شباب. منتخب شباب وطني. بعدين تدريجيا خلال سنتين مشاركنا بقطر الدولي، دوري الرباعي صارت عراق سوريا وقطر والامارات. الحمد لله كنا بطوله وديه. كان حارس مرمى؟ نعم بالضبط. 2000 تقريبا 2005 2006 رحت منتخب وطني اولمبي، وطني اولمبي. استمريت لحد 2008. علمكم تصفيات كاس عالم 2010 اني كحراس اني ومنور صبري ومحمد قاسم كانوا موجودين. ولكن للاسف ما صعدنا التصفيات كاس عالم. عندي صور مع الاسف، بس المشاركه بحد ذاتها يعني شيء جميل. أكيد. اللي اي عمر ممكن انه مسموح بالملاعب انه يلعب اللاعب؟ يعني انا اللي اعرفه اعمار محدده مو بالضبط. لو اني اللي سامع اللي موجود هسه بالداخل رياضي يعني رياضي عالمي، حارس مرمى عمره طويل اكثر من اللاعب. لاعب لا، بس بالعشرينات لازم بالضبط. يمكن اللاعب بس اللي اني سامع ونصائح من كابتن القدير كابتن احمد راضي. من العشرين الى نهايه الثلاثين هذا اللي يبرز اللاعب، يبرز الرياضي بهالمواسم بهالعمر هذا. بالضبط. زين ديدار، اللي انا اعرفه واللي سمعت عنه انه انت ما شاء الله عليك كل شاطر وتعرف انه الهدف راح يصير او لا، يعني عندك هذا الاحساس وتعرف توقعات. اي فهاي التوقعات موجوده عندك. زين انت بما انه هو لاعب، ما اجاك عروس؟
يعني عندنا مثلا كثير من اللاعب بالعراق انه تشوفهم قطر تشوفهم بغير مكان فانت اجاك عروض؟ بلي اكيد يعني عروض لحد هسه عروض موجوده عندي. اني اللي ما اللي صارت عقودات الارض جايب بكرواتيا بس السويد ولكن نادي اربيل صراحه ما نطول استغناء. هو اني سؤالي هنا حتى اوصلك لهذا الشيء، اني اعرف اكو العروض والعروض موجوده. شنو السبب اللي جيدات نادي اربيل؟ صراحه هسه خليني اقتنع هذا هو لازم يكون موافقه من النادي الرئيسي اللي انت اول شيء استغناء من النادي اللي انت موجود به اللي يرضون يعني حسب القناعه ما بين الطرفين. ولكن لي سبب اللي هو موجود بي اني هسه اني بصراحه يعني افكر ليش ما رحت ندمان يعني ندمان صراحه بس هسه جاي عقود ولكن هسه بهالعمر مو مثل راح الفرصه بالضبط ندمان لسبب مادي مو مثل مادي وكاعترافي اللي يصير برا يعني انه برا اكو فرص الاحترافيه اكثر بالاسم انه اسيل يعني الشهره والاسم اللي يكونه برا والله يعني الفرصة ما داخل البلد افتي بهالموضوع يعني ضل واحد ولاء اكيد يعني لبلده للنادي مالته بس هو هذا السيستم ماشي يمكن على كل اللاعبين يعني انه من يروح او يشتروه فريق دولي اخر يصعد اسمه ويصعد سعره ايضا بالضبط لا ان شاء الله تكون فرص الله. بالتدريب هو انتم مو بعد فتره تصيرون مدربين اكيد اكيد اي يعني اخر شيء تصير مدرب خلاص بالتدريب ان شاء الله نشوفك بشي دوله يعني من دول اوروبيه ديدار اليوم احنا دا نسمع انه بالعراق وما اعرف هل هذا الموضوع ايضا باقليم كردستان انه صار اكو فرق نسائيه للفوتبول او لكره القدم موجود هذا الشيء في اقليم كردستان اكيد ما اعرف انتم متابعين الدوري اللي يصير راح يصير بالاقليم فوتسال البنات بقاعات خاصه نادي اربيل موجود عندنا يعني بمباريات على مستوى على مستوى ولكن القاعات خماسي سداسي يسمون يعني اصغر من ملاعب ولكن هسه اللي يجون ويسالون ويدزون الرسائل اللي يعني يتمنون البنات اللي موجودين باربيل اكو شيء يعني يتقبل المجتمع برايك راح يكون مختلط ويكون بس بنات لا بس بنات بس بنات بس بنات ليش انتم يعني الشباب يعني ما تؤمنون انه ممكن تنافسك بنيه بالملعب لا بلي ولكن اللي يصير بالقانون الاتحاد العالمي لكره القدم النساء والهاي يعني نساء تلعب مع النساء بالضبط حتى الحكم اللي موجودة عندهم نساء كان انه النساء مع النساء يلعبون او لا انه القاعة راح يكون مختلط او بس نساء يعني كحضور المشاهدين الحضور اللي لا مختلط جمهور عادي حتى المرات الفوتسال اللي موجود بالقاعات الحكم رجال اكو اعمار محددة او اكو شروط انه بلعب بهاي البنات لحتى هسه اعمار اكو ولكن اللي موجود نادي اللي هسه حاليا البطوله الدوري موجوده الفري يعني كون انه قليلين الموجودين قليلين بالضبط الان اللي عارفه انه لازم يكون اكو وزن معين للشاب يعني او البنت اكيد يعني اكيد 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 يطبقوه اكيد هسه اللاعب مهما كان المختص مثل ما يقولون مساعد مدرب او مدرب او دكتور يقيس الطول والوزن هاي بالنسبه للرجال بالنسبه حتى النساء ايش قد الطول مع الوزن يعني هسه انت ايش قد طولك انا طولي 184 ايه ووزني 83 82 يعني لازم هيك يعني ما يتجاوز عن السنتيمترات اكيد لازم الثانيه يعني وبعد ال 100 انت تترك العفو تترك ال 100 بعدين اللي يبقى هذا يصير الوزن الحقيقي ايه حلو ونفس الشيء للنساء نفس الشيء للنساء النساء لازم اللي يعرف يمكن انه يكون اقل منا بخمسه الى ست سبع يعني نفسها معدلات بالضبط. الرشاقه المعروفه بالضبط. لانه العظام بشكل بشكل عام انتم بصراحه يعني كرجال مقتنعين انه النساء تلعب كره قدم صراحه بصراحه اللي نشوفه برا ولكن اللي نشوفه هسه يختلف صراحه اللي موجودين هنا يعني بس احسن يعني احسن قبل بهوايه همسين هسه اكو ولكن
السنوات اللي ضد بصراحة ما شفنا. ما كان يدربهم يعني. يدربهم هسه لا رجال عادي موجودين. والله خطوة هي حلوة بس شلون شلون ما اقتدر انه مرة تلعب كرة قدم وهيك احسها خشنة. نفس الإحسان اللي كان انت هسه عندي. ايه كنت انت نفس الشيء. نفس الشيء بس هسه لما بس لما اشوفه عادي اذا اشوفه. اكيد هو شوف يمكن كرة القدم مو مثل البنية انه تلعب رياضة وجسمه يصير عضلات ويتغير كشكل. مو عضلات بس العفو خشونة ما موجودة. اي الخشونة انه هيك بالضبط ما موجودة من ساد بنات. احنا شوية عندك هيك ناس كات. زين احكي لنا شنو اللي انت حاليا دا تسويه غير انه انت كابتن؟ اكو شيء ثاني هو جدار يشتغل شيء ثاني ما عادك هو كابتن وعنده منافسين؟ صراحة أنا عندي قاعة رياضية يعني سنتر مذبح ورشاقة يعني صالة جيم يعني صالة جيم بس للنساء فقط. لا انت مشجع للنساء يعني ليش ترى ماني دا اقول لك خلاص منضمين لك يعني يعني اساني ويفا خلاص اشتراك مجاني. هلا بيكم هلا بيكم اكيد. الموجود انا بصراحه فكرت باربيل هذا الشيء ما موجوده صراحه. اكو مختلات بس تعرفون النساء والرجال كمجتمع يعني ما يتقبلها بس قليلة. هسه اللي سمعت انا اول شيء بدايه فكرت انه اذا نجاح بي استمر عليها. الحمد لله واشكر النجاح اللي موجود هسه موجوده عندي صاله بس للنساء لو بس وقت كبير. محدد للنساء لا كل الاوقات من الصبح فري التايم وما عندي ما عندي مثلا انتم اذا تدخل مو تاخذ وقت محدد لا الموبايل هذا الشيء اصلا كاميرات يعني انه مفتوحه من الصبح لليل للليل بس نساء بس نساء بيها شنو قلت لي بيها 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 مسبح يوغا بيها زومبا قاعات جيم رشاقه ساونا تشاكوزي حلو وين فتحتها؟ موجود باربيل بوزيره بوزيران نعم. لا ومختار منطقة يعني سبيشل بالهيلة اي اكيد لا لازم نزورك يعني ننوي احنا نسجل بس الوقت مسجل باسم زوجتي سايا رياضية هي لا لا سايا سايا هم رياضية زوجتك؟ رياضية اكيد أزيل أنا اليوم رايحة هناك طبعا أنا خلاص اي ها هي يعني صار الموضوع بواسطة الإقبال على إنه النساء تلعب رياضة وإحنا معروفين يعني بالعراق شوية كسولين بشكل عام بالرياضة النساء أكثر والأوزان شوية يعني بدأت ثقيلة هسه تشوف يعني بعدها مواليد 2000 والوزن يعني مع احترامنا لهم بس ما يلعبون رياضة يعني ما يحبون الرياضة اليوم دا تشوف اكو اقبال يعني على أكيد الموضوع اكيد اكو انا بصراحه لو عمليات التجميل مختصره لا لا اسمح يعني عمليات التجميل انا اخليه بصفحه اسمن اسمن واشفط لي 20 كيلو بس بعدين بس هسه اللي سامع اللي هسه موجود انا موجود بشغلي صراحه يعني كثير يعني الناس يجون ويهتمون بهذه الرياضه وينزلون وزن طبيعي مو اللي موجود عندي يعني اخوفهم اللي مسوي التجميل ما اخليه يجون ليش لانه يهتمون بنفسهم هم ينزلون نفسهم يسوون نفسهم يعني ممكن ينحت الجسم بالرياضه مو بالشفط وهالامور تفضل حلو اطفال انه احنا ما شاء الله مثل ما قالت الاسيل انه اكو اطفال كل سنين لازم العائله تهتم بهذا الشيء اكو اطفال يجون يلعبون رياضه انه العائله يهتمون بيقولون هذا ابننا مثلا سوي له رياضه معينه او بنتنا سوي له رياضه معينه اكيد هسه انا جايب المدربات خاصه يعني عندهم للاطفال وعندهم خبره وعندهم شهادات حلو للسنتر عامه وعندي مسبح صغير للاطفال مذبح اللي موجوده هسه بنفس هذا الصاله يعني اذا تجي الام تجيب ابنها أكيد وبنتها أكيد كل واحد يروح لقسمه بالضبط الصفحه يعني مثل ما يقولون لحاله حلو بصراحه اتصور يعني ماكو هيك شيء هوايه باربيل نعم ما هو انا مختص الاندونيسيات اللي موجوده يعني بالخدمه اللي موجودون هذا يهتمون بصفحه واطفال حلو والله يعني احييك بادره جميله وتشجيع اكيد حلو للامهات وللاطفال تشرف انت على موضوع الجيم النسائي لو تارك الموضوع لزوجتك هي لا زوجتي بالضبط هو زوجتي اختصاصها هي النساء التجميل يعني صالون عندها كوافير
ولكن هي همينة تهتم بالموضوع وهي هي وبناتها. انت اقصد انت يعني تجي انت تعلمها تقولها مثلا حتى تنحت عضله البطن، قولي هيك التدريبات للكتاف للكذا. الكورس اللي اني انطيها بصراحه مو مال العضلات وهاي، بس مال يعني مثل تخفيض وزن ورشيقه هي تصير. اذا هي واحده اذا تريد تلعب هذا غير كورس، هذا غير زين. هسه خلي اول مره يضعفون وبعدين عادي يسوون عضلات. جدار ليش الكل انه ينافس ساية؟ انا اول ما سالت على مسبح او قلت مكان مسبح انه زين للبنات قالوا لي ساية. نعم. ليش الكل ينافس؟ ليش الكل يريد يوصل للساية؟ شنو الميزه اللي موجوده بالساية؟ بالسنتر قصدك؟ مو سنتر ساية، شنو الميزه اللي موجوده؟ الميزه اللي موجوده انا اول شيء ما مخلي ولا كاميرا مراقبة الموجودة بالسنتر، هذا شيء يعني ينطي حرية للنساء أكثر. أي صح بالضبط. ثاني شيء الموجودة اللي هذا كخدمات الموجودة بهذا، أكو أشخاص يصفتون هذا مثل ما يقولون السيارات اللي موجودة. بس مع احتراماتي شوية بال قصدك شوية بالسياقة مو شيء وصفت السيارة عشوائية. يلا أوكي ثاني ماشي. ثاني شيء يعني مقبولة منك، هذا رأي كل الرجال مو بس رأيي. طيب خليني أنا أحكي عليه أسيب منه قبل ما أشوف أستاذ يدار. طبعا أنه تروحين لا تحسين أنت دخلتي بأوروبا أنه أنت هذا المسبح الموجود ما يصير تدخلين أنت وهذا مثلا الحذاء، يعني أنت ناقل التجربة الأوروبية بجم نسائي. هذا الشيء اللي أنا شفت بنفسي شفته موجود، اللي انا شفته دخلت بسنتر بهولندا. هذا الشيء موجوده، مو انه كالشكل بالضبط ولكن الارشادات اللي موجوده هناك انا جبت. انا وقتها تعرف ايش قلت؟ يعني قلت لصديقتي قلت هذول ايش بيحسن؟ يعني شنو هذا تعي هنا جايب لك علاقه ومنها جايب شو وحده تجي اندونيسيه تجيب تقول هذا الخاولي؟ قلت احنا ترى وين؟ زين هاي يعني مرات انا ادخل العفو مرات انا ادخل يصير شغله او يصير مشاكل بالكمبيوتر وهاي ما يخلوني انا ادخل، لازم الا انا البس اللي هم يريدون اللي حاطين ابنية تجي. زين نحكي يعني بوضوح اكثر، حتى مثلا كثير اليوم مشاهدات سواء اكراد او عربيات دا يتابعونا وموجودين في اربيل حتى للاستفاده أكيد. اكثر انا دائما احب انطي يعني انه نهاية هاي الخدمات وهاي الموضوع تكلفتها اشقد، يعني الاشتراك الشهري هسه للسنترات يعني الفايف ستار تبدأ من 200 دولار فما فوق. نعم. وهذا مبلغ حاليا في ظل الأزمة الاقتصادية يعني شوية صعب. صحيح. ومو بسهولة الواحد يقدر ينطي هيك مبلغ يعني بشكل شهري. فأنتوا الاشتراك، العروض، إذا اشتراك دائمي سنوي 6 شهور. نعم. شنو أكو؟ نعم. هيك أوبشنات أكيد أكو عندنا اختلاف بين حسب اللي يشاركون بالشهري أو سنوي. أنا انطينا أسعار لا تخاف يعني. أنا مع احتراماتي اللي جم موجودة باربيل يعني بس الجيم بس الرياضي جيم 70,000 إلى 80,000 هذا شهري. صحيح. نترك على الموضوع هاي احنا أنا اللي موجود هسه موجود بسنتر اشتراكي بدأ يعني مثلا هسه أنت تجين تشاركين الأول شهر 150 دولار. إذا تشاركين 3 شهور أو 6 أكيد يفرق. بس تدفع مقدما. بس مقدمة حتى لو مو مقدمة عادي. ثاني شيء هسه أنا 150 دولار تركت هاي نزلت 125 دولار. إذا أنت مو بوحدك أو مع أصدقائك أو أختك هاي همنا راح نسوي لك ديسكاونت. تخفيضات. ومثلا هسه عندنا مشتركات حتى هسه مستمرين وياها يعني نزلتهم 100,000 مو 100 دولار. يقولون احنا صار لي سنه اني هنا اكيد موجودة. هذا شيء اكيد راح يفرق معايا. طبعا اوبن تايم من الصبح لليل ومسبح وجاكوزي وساونا وكذا كله موجود. مو وقت محدد الانسان مثلا انت تروحين ساعتين او 3 ساعات حسب وقتها. حسب وقتها اذا انت كل شيء ما عندك ابقي بالمسبح عادي. أيوة. ما شاء الله النظافه بس اللي موجود بيها حلوه اسيد انه المسبح لازم عندي تنظيف. عندي منقذات هذا الشيء للصفحه منقذات المسبح، وعندي مدربات لتعليم السباحه اثنين، مدربات فوق جيم
تنزيل وزن والرشاقة يعني كل نفس الشيء. يعني إذا وحدة دا تشترك وما تعرف تسبح واللي درو اللي تدربها تأخذ مبلغ إضافي لو اعتيادي. هذا 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 المبلغ اللي تأخذه المدرب مو للسنتر. يعني هم بس أنت بس تشاركين على السنتر تدريب والتدريب تعليم المدرب. يعني أكو أشخاص تخبروهم إنه عندنا كذا كذا كم شخص يجون يسجلون زين وما يعوفوكم عندنا معلومات يعني وما يعوفوكم لحتى يوم اسبوع شهر شهرين لحد ما تعلمين كل الزين بالسباحه. كلش حلو عاشت ايدك. ان شاء الله انا يعني راح اجي اسوي تقرير عن مسبحهم ونشوف الجمهور انه شيء كلش حلو. زين احنا راح يعني كلش كلش فرحنا بوجودك. الله يخليك. اكيد راح يكون عندنا لقاءات اكثر اسير وياه انه نساله على انواع الريتين وشنو راح يضعف نفسها وهالاشياء. المواضيع موجوده هوايه يعني ان شاء الله حلقات قادمه تكون ويانا وكل الهلا بيك. نورت صباحنا. اشكرك يعني حديث ممتع وياك. شكرا لك كابتن ديدار. اكيد شكرا لكم. شكرا لكم. نورتنا واهلا وسهلا بيك وموفق ان شاء الله.